مصر يعني بترتيب المساهمات كده يا دكتور، من هي ما هي أكبر مثلا 3 دول مساهمة في البنك، ومن هم أعلى الدول المقترضة أيضا؟ أكبر الدول الممولة أو الأعضاء الذين يساهمون في رأس المال هي المملكة العربية السعودية، ثم بعدها ليبيا، ثم بعدها أظن الإمارات العربية المتحدة. بالنسبة للاقتراض لدينا إندونيسيا، لدينا تركيا، لدينا السنغال أيضا من الدول المقترضة، ومصر طبعا. فهذه الدول بهذا الترتيب. هل فوائد وتسهيلات الاقتراض من البنك الإسلامي للتنمية تعتبر منخفضة، يعني تعتبر من مؤسسات التمويل الدولية المنخفضة الفوائد زي البنك، زي صندوق النقد، زي البنك الدولي، زي غيره؟ وبرضو عشان نشرح للناس يا دكتور. نعم، ونحن أيضا نحن لسنا نسعى للربح، نحن فقط نأخذ ما يمول رواتب موظفينا الذين يقومون بالعمل. ولذلك البنك الإسلامي، لذلك اسمه البنك الإسلامي، هو فقط هو تكافلي في المقام الأول بين الدول التي تضع هذه الأموال. أكثر من 8.5 مليار دولار وضعت الدول المساهمة في البنك الإسلامي للتنمية، ولا تأخذ عليها عوائد، فقط أن البنك يمول مصروفاته بالنسبة لموظفين وما إلى ذلك من عوائده هو فقط. فالحقيقة الدول الممولة تقوم بدور جدا هام تنموي في للدول الأعضاء. ولذلك البنك الإسلامي يستفيد من التريبل اي ريتنج اللي له في السوق، بحيث أنه يقترض أيضا من السوق بأسعار جدا معقولة، ويحول هذا الادخار أو هذا الانخفاض في التكلفة يحولها للدول المقترضة، لأنه ليس بروفيت ماكسمايزر، يعني هو لا يزيد أرباحه، وإنما هو يعني مهتم ومنشغل بتعميق التنمية وليس التعميق المالي. يعني كم حصة مصر في رأس المال، وهل مصر لها أيضا في الاكتتاب بقى في زيادة رأس المال في مساهمة لمصر؟ يعني حصة مصر قد إيه دلوقتي، وهل ساهمت، يعني أكيد ساهمت، كم حصتها في زيادة رأس المال؟ مصر أظن حوالي 2.5 في رأس المال، وسوف تكتتب أيضا ب2.5، بحيث أنها تبقى حصتها في رأس المال ثابتة. 2.5 مليار، 2.5% من رأس المال، من رأس المال، وتكتتب ب 2.5% أخرى.